اول حاجه نعرفها كده قبل ما نخش في التفاصيل. شوف الوصيه فيها مفهوم في القانون المصري. في ناس كتير جدا لما بنيجي نتناقش في الوصيه من الغير عاملين بالقانون يعني يقول لك ايه هي الوصيه. يعني ايه وصيه؟ يعني شخص بيوصي في حياته بتركه او بجزء من تركته او بكل تركته لحد. حد واحد دلوقتي يقول لي ايه ينفع يوصي بكل تركته؟ حاضر مش علينا. واحده تمام بيوصي بيها تمام. طيب دايما اللغط او السؤال يجي يقول لك ايه هو ينفع يقسم يوصي لواحد بتركته لوارث؟ لا نوضح اكتر. ماشي انت عندك حاجه عندك ورثه شرعيه تمام. يجي اب مثلا يوصي بجزء من تركته لابن من ابنائه لوحده كده. طب ما ابنه وارث بس ليها حدود معينه. لا. هنقول الحدود بس احنا بنتكلم في المطلق دلوقتي. ينفع ينفع لان القانون المصري بياخد بوصيه لوالد. يعني جميع الدول العربيه تقريبا لا تاخد ما بتاخدش بالوصيه لوارث. يعني لا يجوز عندها ان توصي لوارث في الدول العربيه. طيب في القانون المصري بياخد بياخد. حد هيقول لي ده مخالف؟ لا ده مش مخالف لان في راي في الفقه بيجيز هذا الامر. فخلينا بقى نتفق من الناحيه القانونيه والشرعيه يجوز في مصر في القانون المصري ان يوصى لوارث. بس هنا تم تحديدها على ما اعتقد. ده موضوع تاني هنقوله. عشان برضو الناس ما تفهمش ان احنا بنتكلم يجتزئ الكلام ان هو الموضوع مفتوح. لا ما انا في الاول قلت ما تقولوش يعني هناخدها. طيب ينفع يوصي بوارث؟ اتفقنا انه يجوز. تمام. وبالتالي يوصى لوارث لواحد غريب. واحد بيوصي لمعد اورام لكذا لكذا يجوز توصي لاي حد بالوصيه بتاعتك. طيب الوصيه دي تصرف مضاف الى بعد الموت. يعني ايه؟ يعني الوصيه تصرف. انا بوصي لسي من الناس بالبيت ده تمام؟ الملكية والبيت وكله ما ينتقلش لي إلا بعد وفاتي. يعني إذن الوصية تصرف مضاف إلى بعد الوفاة أو بعد الموت. طيب أنت النهاردة أوصيت لواحد تفضل قاعد في البيت اللي أنت أوصيت بيه وتمارس عليه كافة حقوقك وصلاحياتك قانونية كشخص مالك لهذا البيت. فاذا دي الميزه اللي في الوصيه عن الهبه او البيع. انك انت ممكن تيجي تقول مختلفة. ايه مختلفه الهبه في الحياه؟ الهبه تصرف في حياه الشخص منجز. انا وهبت لك البيت ده انت تستلمه وتشتغل فيه وتاخده ويبقى بتاعك وتبيع وتشتري في حياتي من ونس كتبنا العقد. اما الوصيه لا يجوز تنفيذها الا بعد الوفاه. تمام. فدي حته. طب احنا نفسنا نقول ايه للناس النهارده من الوصيه دي؟ يعني الموضوع ده اللي احنا هنفتحه النهارده في الوصيه ده انا بفتحه عشان الموضوع ده لو اتفهم صح هيزيل 80% من المشاكل والخلافات القضائيه اللي بين الاخوات وبعضها في المحاكم. تخيل بقى ايه اهم الاجزاء اللي هي ممكن فيها لغط شويه او بيحصل احنا النهارده في المحاكم الاخوات مقطعين بعض. اب مات سايب بيت، واحد مش راضي يبيع، واحد مش راضي يدي، واحد مش عارف ياخد الشقه دي، ولا حد اخد اكتر من حد. فهي دي الجزئيه او الاشكاليه. لا هو محدش يقدر ياخد اكتر من حد. ما احنا قلنا في نطاق معين. ما احنا استاذ احمد احنا سبناها دلوقتي كده ما وضحناهاش برضه. لازم الجزئيه دي مهمه جدا علشان خاطر ايه؟ نقطع عرق وتسيح دمه بالبلدي كده. هنوضح. محدش يقدر ياخد اكتر من حد. ايوه. لانك انت في الميراث لما يتوفى المورث تمام بياخده طبقا لاعلام الوراثه. اعلام الوراثه بيقول للذكر مثل حظ الانثيين وساب فلان وفلان وفلان. التركه بتتقسم بالطريقه دي. النسب الشرعيه طبعا ما فيش خلاف فيها تماما بيؤخذ بيها بالظبط. لكن
انت ازاي تقسم بمعنى عماره. انا لما تيجي تحسب فيها 20 شقه، طب وانا انهي خمس شقق بتوعي لو المراس بتقسم على اربعه؟ انهي خمسه؟ فبندخل بقى في خلاف. هنا بقى بيظهر الخلاف، الاخوات يقطعوا في بعض. لا الشقه دي، لا ده راح قعد في دي، لا ده ديد لابنه في دي، ده مسيطر على دي. طب ايه انت عايز تقول يا احمد بقى في النهايه من الكلام ده؟ عايز اقول انه يجوز للاب ان يوصي بتقسيم تركته في حياته لولاده بعد ما ماتوا.